بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بحضراتكم، هنستسمع حضراتكم في الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نبدأ في رحلتنا مع التفسير الموضوعي لسورة الحج. لقد استمر فرعون في تكذيب موسى وأخاه هارون عليهما السلام، وعدم التصديق بكونهما نبيين كريمين مرسلين. حتى لم يؤثر في فرعون إيمان السحرة وسجودهم لله رب العالمين، بل فرعون أخذ بقى يتمحل كده ويفتري الأكاذيب بإن السحرة تواطؤوا مع موسى على إيمانهم وتصديقهم به، يعني عملوا اتفاق، وإنه هذا الاتفاق النتيجة بتاعته إنهم يؤمنوا وإنهم يسجدوا لله رب العالمين. هو مكذب، لأنه الحقيقة لم يكن الأمر كذلك، إنما ده كان من فرعون عناد وتكذيب وإصرار على الباطل رغم وضوح الحق جدا. نوعية كده من البشر ما فيش حل معاها إلا إنها ترى من نفسها مصيرها الذي خططه بيدها مدة من الزمان أو مدة بقائها من الزمان في الحياة الدنيا، ثم يأتيها عذاب الله تعالى الأليم عشان تفيق. لكن هتفوق إمتى؟ ساعتها لما يأتيها العذاب الأليم تعرف الحق، لكن بعد فوات الأوان. وصدق الله تعالى القائل: وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وبالرغم من كل هذه الآيات الواضحات الباهرات اللي رآها فرعون وملأ فرعون علية القوم والأكابر اللي معاه، كل من حضروا هذا المشهد المهيب في الحقيقة، إلا إنه ما آمن مع موسى ولا دخل إلى دينه إلا نفر قليل جدا من أولاد بني إسرائيل، وده طبعا بعد ما آمن السحرة
المصريين، لأن هم استشفعوا أن هم هيكونوا أول من آمن وسألوا بالأسبقية دي في الإيمان أن ربنا يغفر لهم خطاياهم وذنوبهم. بني إسرائيل اللي أمنوا مع سيدنا موسى، اللي هم قوم سيدنا موسى، قلة، كما قال الله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. وكمان كان إيمانهم فيه خوف وفيه توجس، فكانوا حذرين جدا، خايفين جدا من فرعون ومن ملأ فرعون إنه يفتنهم بعذابه، لأنه هيعرض ناس لعذاب شديد فيصرفهم عن دين الله تعالى. فقد آمنوا كما قال الله تعالى على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. طيب، كان هؤلاء المؤمنون كان هؤلاء المؤمنون نفر قليلين جدا، وبدأ فرعون بتنفيذ الحكم اللي قضاه بشأن السحرة اللي آمنوا بموسى عليه السلام، وساقهم أعوان فرعون مكبلين طبعا، مقيدين، ده هيعمل فيهم يعني أسوأ قتلة أو أسوأ أنواع القتل، فياخدهم مكبلين مقيدين إلى حيث يقوم أو ينفذ فيهم حكم فرعون. الأعوان بتوع فرعون هم اللي هياخدوهم ويجروهم على هذا الحال. الحقيقة أن السحرة مع المؤمنين القلة اللي أمنوا، مضى السحرة مطمئنين، فأخذ أعوان فرعون يقطعون أيدي بعض المؤمنين اليمنى مع أرجلهم اليسرى، وبعدين يصلبونهم على جذوع النخل حتى يموتوا نزفا. فطبعا دي قتلة بشعة، وكان يظن فرعون أنه لما يعمل العقاب الوحشي ده هيكون ده رادع أو يردع البقية اللي آمنت حتى يعودوا إلى عبادته ويتركوا عبادة رب العالمين. لكن الحقيقة إيمان السحرة زي ما قلنا قبل كده كان أصلب مما توقع فرعون، لأنه لما خيرهم بين العودة إلى عبادته وبين ذلك القتل البشع، كان ردهم حاسم جدا، وكان رد شجاع جدا، كله إيمان صادق ورسوخ في الإيمان وثبات. قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. لما اشتد عليهم كمان وطئة العذاب والتنكيل بيهم من فرعون، بدأوا بقى يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى ضارعين بالدعاء. خلاص هم شافوا المؤمنين اللي نفذ فيهم وبيخوف، لأن طبعا السحرة لما آمنوا ده هيخلي كتير يتبعوا سيدنا موسى عليه السلام، وما كان فرعون يريد ذلك. اشتد عليهم وطئة العذاب، شوف كانوا صابرين ضارعين، الصبر والدعاء. قالوا ايه؟ ربنا أفرغ علينا، كان دعائهم: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أفرغ علينا صبر في اللحظات القاسية دي، اللي بيتقطع إيديهم اليمين ومعاها رجليهم الشمال، وبعد كده يعلقوهم يصلبوهم ويسيبوهم يموتوا نزف، وشايف أنت مش بس لوحدك، ده أنت شايف كمان مؤمنين بيتعامل فيهم الكلام ده، فتعذيب نفسي مع تعذيب ذاتي، يعني كأنه بيعذبوا المؤمنين بهذا التنكيل بيهم واللي بيشوفوه في المؤمنين الآخرين. فلابد لهذه اللحظات العصيبة من سؤال الله الثبات: ربنا أفرغ علينا صبر. وازداد فرعون طغيان وتجبر وكبر وعناد، برغم الآيات اللي أتى بها موسى، نور وبرهان اللي ربنا أيده بيها، أيد سيدنا موسى بآيات بينات كانت نور وبرهان للي فاتح مسامع قلبه إلى، وكذلك فتح مسامع القلب إلى الاستماع إلى الحق اللي بيقوله موسى عليه السلام، واللي كذلك لم يحجب عن العقل إنه يفكر حر بعيد عن تقليد الأعمى لفرعون ومن معه، وإنه مش كمان بيترك، لأنه النفس لو تركت بحرية حقيقية إنها تفكر هتوصل إلى الإيمان، لأنها تفكر في آيات بينات واضحات.
بعد كل النور والبرهان ده اللي جابه سيدنا موسى عليه السلام، إلا إنه ازداد عناد وكبر، وأغراه الأمراء والكبراء من قومه بموسى وقومه، وحرضوه، حرضوا فرعون على قتل موسى وقتل قوم موسى وتعذيب قوم موسى، فقالوا له لائمين منكرين عليه. عايزين انت سايبهم ليه؟ الملأ اللي هما اللي بيشوروا بقى فرعون، انت بيقولوا له انت سايب ليه قوم موسى؟ وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فده تحريض واضح، فحرضوا فرعون على استعمال كل أشكال العنف والبطش والتنكيل عشان إخضاع موسى وقوم موسى من أجل إكراههم على عبادة فرعون. اللي رد عليهم، رد على الملأ عشان يعني يقول لهم لا لا ده أنا ساكت، لكن أنا برتب ليهم أسوأ أنواع البطش، وأعلن قسوته كده وطغيانه عشان يعني أنه هو يسكن من روعهم الثائر. الملأ ده اللي عامل نفسه مخلص لفرعون، ولأن فرعون ده ما كان بيقول لهم أنا ربكم الأعلى، فهم كمان يعني مخلصين لهذه الدعوة الباطلة، فبيلوموا على فرعون أنت سايبهم بقى كده هيفسدوا في الأرض ليه؟ هيضيعوا ملكك. ده الكلام الدائر في هذا النطاق. فهو رد قال لهم قال سنقتل أبناءهم. شوف سنقتل، حتى وانت بتنطق اللفظة القرآنية فيها ثقل، فيها أمر مش عادي، يعني مش بطش عادي. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ثم راح فرعون يقتل ويذبح الأبناء الذكور ويعذب قوم موسى ويستبقي النساء للاستخدام. فحصل إيه من بني إسرائيل؟ ضج قوم موسى من ويلات ما هم فيه، وأكثر بنو إسرائيل الشكوى لسيدنا موسى عليه السلام، يعني رايحين جايين بيشتكوه، بيشتكوه مما حل بهم من ظلم وبطش وتنكيل. فسيدنا موسى عليه السلام وصاهم بالصبر على هذا البلاء العظيم، لأن المؤمنين لازم هيتعرضوا لمثل ألوان هذا الابتلاء الشديد، هذا الابتلاء وغيره من صنوف وأنواع الابتلاءات اللي بتجري على المؤمنين في حياتهم الدنيا، لأن احنا في دار امتحان. فوصاهم بإيه؟ قال لهم استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، اسألوا المعونة من الله تعالى واصبروا على الحال اللي انتوا فيه. لذلك وهو ده حال المؤمنين، سيدنا رسول عليه الصلاة والسلام يقول وأفضل العبادة انتظار الفرج، مش الانتظار السلبي، الانتظار الإيجابي. أنا باخد بكل الأدوات والأساليب اللي تساعدني أوصل للهدف وأخد حقي، لكن إذا ما وصلتش حالا لكن وصلت بعد فترة أنا برضو صابر وباخد بالأسباب قدر الطاقة والاستطاعة. موسى عليه السلام نبي كريم متصل بالله تعالى، فهو رسوله إلى هؤلاء القوم، هو بيوجه قومه إلى أنوار الله تعالى، فبيسدي إليهم نصيحة غالية كما يسديها لكل مؤمن في كل زمان ومكان، بأن من استعان بالله تعالى كان النصر حليفه. فعلى كل من هو في شدة ومحنة عاصفة أن يستعين بالله تعالى، يستعين بمن بيده مقاليد السماوات والأرض، وبإن الإنسان في قلب المحنة والشدة دي يجعل الصبر زاده، زاده في المحنة، زاده في الشدة، زاده في الاختبار اللي هو فيه، لأنه ده ذاك شأن المؤمنين، ذاك شأن المؤمنين الصابرين في كل زمان ومكان. ثم زرع سيدنا موسى الأمل في قلوب بني إسرائيل، هم جزعوا خلاص مش عايزين يصبروا، وبدئين بقى يتكلموا مع سيدنا موسى بطريقة مجافية للأدب، ليس فيها احترام لنبيه، ما فيهاش صبر، ما فيهاش صبر المؤمنين. يعني شفت انت السحرة المصريين اللي آمنوا وشافوا الآيات وأذعنوا وصبروا في عز ما هم في الأزمة، سألوا المولى سبحانه وتعالى إنه يفرغ عليهم صبر
وانه يثبتهم ان هم يكونوا يموتوا على الاسلام، لان هي دي النعمه اللي ما فيش بعدها نعمه تانيه اعلى، هي نعمه النعم، التوفيق والهدايه الى انوار الاسلام وانوار الايمان. فده اللي سالوه. لكن بني اسرائيل عملوا ايه؟ القله اللي امنت دي كمان مهزوزه. سيدنا موسى زرع في قلوبهم الامل بانهم لو تحلوا بما نصحهم به وصاروا مستقيمين على طريق الله تعالى لمكنهم الله تعالى في الارض. ليه؟ لان السياده في اي مكان وزمان لا تكون الا بذلك. ان الارض لله، هي بتاعت حد تاني؟ من الخالق؟ لله ملك السماوات والأرض. لذا قال الله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الختام مسك بيكون لمين؟ للمتقين. الخاتمة السعيدة بتكون لمين؟ بتكون من حظ المتقين. لأن التقوى تعني إنك ماشي وفق التعليمات الإلهية، ماشي وفق المنهج الإلهي. هخاف شيء؟ لا، مش هخاف، خلاص بقى، ما انا صابر مستعين، صبر واستعانة ودعاء لله سبحانه وتعالى لا أفتر عنه، وكل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجريه علي أنا راضي بيه. فالتقوى والمتقين ماشيين على المنهج الإلهي، وبالتالي العاقبة بتكون ليهم، ده بدون شك. لما الإنسان بيأخذ، يعني التقوى هي التي تأخذ الإنسان للنصر والتوفيق والفتوح. ليه؟ لأنه الإنسان التقي النقي ماشي وفق السنن الطبيعية اللي ربنا وضعها لهذا الهدف الكبير من وجودك أيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. وبعد ما سيدنا موسى عليه السلام نصحهم وحاول يصبرهم برغم كل النصح ده لبني إسرائيل، إلا أنه هم ضعف صبرهم وبدأوا بقى يسيئوا الأدب مع نبيهم موسى عليه السلام، وألقوا عليه كمان اللوم وقالوا له ده أنت السبب في كل اللي احنا فيه ده دلوقتي، يعني أنت السبب فيما نلقى ونقابل من ألوان العذاب على أيدي فرعون وأعوان فرعون. فقالوا لسيدنا موسى وهم يشكون بيأس، ويأس في حال من الضجر مش عاجبهم، يعني احنا، يعني انت جبت لنا المشاكل، ده الكلام اللي بيقولوه لنبيه بنو اسرائيل. قالوا أوذينا، قال الله تعالى حكايه على ألسنة هؤلاء، قالوا أوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني الأذى قبل ما انت تيجي وبعد ما انت جيت. طب سيدنا موسى بيقول لكم ايه وانتوا بتعملوا ايه؟ وما شفتوش الصحراء اللي امنت وسجدت وخرت لله سجدا، ايقنت بالحق الذي جاء به موسى، الذي ارسل به موسى من عند ربه هو واخوه هارون عليهما السلام. فسيدنا موسى يعني تحمل الكثير من بني اسرائيل، فقال لهم شوف شوف صور التكذيب، تكذيب فرعون بموسى، وتكذيب بقى بني إسرائيل، دي قصة تانية، لأن دول أمة كانت أمة مؤمنة، والمصريين أو الأقباط كان فيهم أهل إيمان وتوحيد، وكانت بتيجي فترات بيبقى فيها غفلة، لكن برضو كان فيهم موحدون، لأنه كان في ناس من أهل الإيمان وأهل التوحيد كانوا بيكتموا إيمانهم، زي ذلك الرجل الذي كان يكتم إيمانه من أسرة فرعون. لكن دول بالذات اللي جم من أيام سيدنا موسى وقعدوا، من أيام سيدنا يوسف عليه السلام وقعدوا واستقروا في مصر، فأمة توارثت أمر المفترض التوحيد، فإزاي تكذبوا سيدنا موسى وإزاي تتكلموا مع سيدنا موسى بهذا الأسلوب؟ فسيدنا موسى عليه السلام قال لهم مصبرا، شوف رغم إساءة أدبهم مع نبيه، قال لهم نبيهم موسى عليه السلام مصبرا، قال عسى ربكم، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم.